يمكن تكون دي من المرات القليلة اللي عطلت فيها، يمكن لأن جويرية لما بعتت لنا قصة أختها ما كانتش بعتة مشكلة ما بينهم ومحتاجة حل، كان بعتة مشكلة عنهم هما الاتنين فيها مظلومين يا حبايبي، غلابة قوي، عشان كده عطلت، ما بقيتش عارفة طب أقول إيه لجويرية، طب أقول إيه ليومنا، وأكيد كنت عايزة أسمع كلام علمي من اللي سمعناه، لأن الظروف اللي هما مروا بيها هما الاتنين صعبة على أي حد، ما لهمش ذنب فيها، ما لهمش ذنب في المرض المفاجئ اللي بيجي بشكل قدري ما لناش دخل بيه يعني وما لناش دخل فيه، ما لهمش ذنب في الموت ولا هروب الأب وندلته في الوقت الصعب ده وممكن يعمل أزمة زي ما سمعنا للبنتين، ولا في طمع أهلهم في الميراث، ولا في تصرفات الشارع اللي بتتعرض فيها البنت ل مش هقول لكم مضايقات أو معكسات أو تتعرض فيهم ل والله ما راضية الكلمة تطلع، بس أوحش إحساس في الدنيا.